فضيلة الشيخ نستكمل بعض الاسئله التي بعث بها احد الاخوه يقول شيخ شخص بنى مسجد لا لاجل ان يوقفه وانما لاجل ان يعرضه للبيع بعد الانتهاء منه هل مثل ذلك شراء ارض مخصصه للمسجد ليبيعها بربح؟ المساجد لا تباع المساجد وقف لله عز وجل ولا يجوز بيعها ولا يجوز ان يتخذ هذا حرفه يبني مساجد ويبيعها على اخرين يريدون الثواب بها في شرائها هذا لا يجوز ان تتخذ المساجد للبيع والشراء والمتاجره واعمال الاخره لا يتاجر بها نعم